عالسلامة مسيو. عالسلامة مدام. قدم لي روح. سيد فتحي من منطقة بربة. مرحبا بيك وتحية لأهالي بربة، شن في حياتك؟ عام اليوم. حبينا نحكيو شوية على المقدرة الشرائية للدولة، هل اليوم التونسي قادر ولا مش قادر؟ قادر ومش قادر. كيفاش؟ لوازم القراءة. لا غالية ياسر، غالية ياسر. برانسيب على عام ناول التريبل. ثلاث مرات. فهمني؟ كراسة خذيتها توا بركة ب 17 دينار و 600، اللي عام ناول خذيتها ب 8400. تناولت 17 دينار. نفسها نتاع عام ناول بقداش؟ نفس الكراسة. 400 عام ناول 17000 وشوية السنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاك الكراسة بالتل الكبيرة هذيك. الكتبة في بالي هما نفس السوم. الكتبة هما الكرارس هما والمدعم هذا الناس ما بيسمع ما فماش جملة. سناء خلي عادمك الملتزمات الأخرى. غذائية. غذائية هذيك ما عادش نحكوا عليها، الزيت ولينا نشوفوا فيها فهمني في التصويرة. شنو عاملين في الزيت توا العائلات كيفاش عاملين؟ والله الأكثرية طيبوا بالزبدة. نعملوا الزبدة. شنو الفرق ما بين الماكلة بالزبدة والماكلة بالزيت؟ الزيت واحد. ايوا الزيت واحد. فما حاجات ما عادش يخلط الواحد على 37 دينار. بامبونه بخمس ترات ب 37 دينار، وهو على فكره راهو الزيت المدعم هذاك فهمتني، قاعدين يبامبو فيه في بالخمس ترات فهمتني. خلي عاد انا نتكيف مش ما نتكيفش. بك الدخان وانت البارح بركه ولا ب 7000. اناهم. نيجير فهمتني. ماش يلزم توا المواطن التونسي زوز ملايين. يعني توا ارخص باكو دخان واغلى باكو دخان، معناها قداش ارخص وقداش اغلى؟ ذاك هو ارخص واحد ب 7000. واغلى؟ لا ما نعرفوش اغلى. خير والله خير. كان ارخص. ابني ماش فماشك الاحوان تك. يلزموا التونسي توا زوز ملايين وحتى يسلكها هذا اللي بلاش كراب. ما عادش توا فما الحوانت اللي يبيعوا الزيت، اما لازمك تقضي من عنده. هذاك حاجة أخرى. بوزة زيت بقاضية مثلا. يا ليتها. فماش جملة. لا ما فماش، لا ما عادش هذاك خمسة الإيتر هذيك، لا قال لك في الأرياف، مناطق العمران ما فماش. في الأرياف فما؟ في الأرياف قالوا فما، الله أعلم. ستوك قديم. الله أعلم، عندنا عطار مدة شهرين تالي قبل العيد، دبوزة ب 3000. يعني ال 10 ترات ب 30000 خير من 5 ترات ب 30000. اكيد. هو الزيت اعطيني حتى ب 3000 ناخذها. انت التونسي مسكين كيفاش ولا يستحايل؟ انا غلط الحاكم. هات الدبوزه بدينار وقول راهي ولت ب 3000 وما تخبيهاش وما فماش. هما بالحق ما فماش، خاطر معناها كي تجي باش تشري محسوب كان هو باش يقول لك ب 3000 ماك باش تقول له هات ما يسالش. 5 ترات موجود. هاو الخمس ترات موجود. يعني حتى ب 3000 مسترخصينها فينا. اي جيبها ب 3000 ولا تخليها تو انت تمشي العطار تاخذ واحده بيتر ب 7500 راهو. فما كل واحد كيفاش يبيع، فما 7500 فما 8000 فما 8500. باش نعطيك نكته على السكر فهمني، تو ولينا السكر من زير والحشيشه من ليبيا والبراد على تونس. مسكينه تونس. اي تو باش يطيب التاي واحد يجيب يعني الحشيشه من ليبيا ويجيب السكر من الجزائر وهو عليه البريد. تو في تبربه شنو المواد المفقوده الغذائيه؟ كل شيء مفقود، صدقني كل شيء مفقود، كل شيء مفقود، وما تقضيش من عنده ما يعطيكش العطار، اي ما تقضيش من عنده ما يعطيكش. رسول الله. يا رسول الله والله. تعبي. الفارينه موجوده؟ لا موجود. الحليب؟ لا موجود، الحليب. شنو هو من اللي مش موجود؟ السكر والزيت. هكاهو. مبدئيا السكر والزيت. الفارينه موجوده، السميد موجود، وعندنا الخبز لاباس فهمني، بارابور على نتفرج فيه في التلفزه في تطاوين ولا وين وقال لك من 10 يوف الخبز احنا موجود. اما السكر والزيت حاجتين، السكر والزيت فهمني. وبالنسبه للخضره؟ لا موجود عندنا اسواق. لا موجوده، ما نحكي على اسوام. الاسوام لا باه باه لا باه، عندنا اسواق اسبوعيه في تبربه وفي تونس. توا هاك عملت طله. شوف يس فهمني، بطاطا دينار و800 هنا. عندنا بربا ب 14 فهمني، فلفل بدينار فهمني، ديما بارابور. اما المواد الغذائيه غاليه فهمني، المواد الغذائيه في تبربا غاليه. مش في تبربا، اما المواد في بارتو. بارتو واي بارتو. غاليه فهمني. الزوالي حليلو. الزوالي لازم يخدم 50 دينار كل يوم. ليني. هذا سؤال ديجا كنت باش نسالك، التونسي قداش لازم يصرف في النهار؟ يلزمو 50 دينار وما هوش كاري. وما عندوش صغار يقروا. إذا كان عنده صغار يقروا يحب له قرض راهو،
نحب انا قرض كل يوم يظهر لي. لا هي لازم قرض على اللونتري تو يلزمو 500 دينار على اللونتري بري سكولير. يلزم قرض يا حليلو زوال يا حليلو. ما نقولش انا الحمد لله الحمد لله. بطبيعة ديما واحد يقارن روحه باللي اقل منه يلقى روحه لاباس. الحمد لله الحمد لله. قداش تتكلف توا معني عندك بنايه واحده؟ لا عندي بنايه ولاي زوز يقراو. اي مليون تكلفة مليون وعادي راه ماهوش شكلي معناها المواطن ولا مفجوع يا بنت علاش زف العيال هما يرجعوا يقراو اذا كان يهرس رمضان يجي هو يتفجع وامان ايش باش يعمل مسكين رمضان يفجع العيد يفجع خارجين من العيد الكبير تو معناتها فما ناس والعيد الكبير خارج من العيد الصغير ومن رمضان وتو لونتري سكولير وزي رمضان ومش قبل رمضان باش يجي مولد مولد فهمتني لا سيدة 200 دينار فهمتني هذيك حاجة زايدة نحن نقولوا احنا توا قرينا حساب الشخص اللي يخدم ما قريناش حساب العباد البطالة اللي ما عندهاش مورد رزق علاش كثر السرقة والنهبة والوحدة السرقة توا مرتين في السوق زوزة سرقوا فهمتني توا في بارابور في الدورة توا سرقوا زوزة سام سكن فهمتني ستوشة واحد جاي تقضي الولادة نحولها واحدة 70 دينار وواحدة 150 دينار فهمتني الناس ولت تصطاد ولت ذيوبه ما عادش يصطادوا حاجه اخرى ولت يصطادوا في السرقه جهار فهمني خلي في المترو وفي النقل ما عادش فهمني الله يستر شنو الفرق ما بين تبربه وتونس العاصمه؟ والله معناها وين فما امان اكثر؟ تنجم تقول غادي شويه امان لا شويه امان الناس نعرفوا بعضنا وكذا فهمني هون يمكن كيري ما يعرفش جاره ولا اما غادي نعرفوا بعضنا ونرفقوا ببعضنا شويه مازالت شويه رفقه فهمتني مازالت شويه رفقه الحمد لله. علاش قلت لي قبيله هربت من السوق؟ وفت الفلوس فت الفلوس هيك هربت نروح اما غير نجيب الناس هذا ما في شيء ولا تجيب الناس الاخر. تعرضك الحاجات ايوا با هذيك حاجتي بها وهذيك خلي المره الجايه تو نرجعوا تو نرجعوا تو نرجعوا غلبتها تو نرجعوا. ما خديت لها الحاجات الاساسيه ولا؟ ان شاء الله لا لا باس لا لا باس لا خذيت الحمد لله. تكلف العودة المدرسية مكلفة. للزوالي للزوالي يحب للزوالي يقولوا لي عنده ينجم يشري كما يحب. الطابلة ب 300 ولا 350 لا يا خويا ب 40 دينار ماكسيموم 50 وزيد لها منديلة ب 50 وزيد سبادري ب 50 وزيد سروال ب 50 فهمتني مازلنا تتبش. والأدوات يظهر لي أغلى من كل شيء. هذاكم الكل تجملهم الأدوات قد تجمل حسابك 300 أدوات 300 يا حليلو الزوال يا حليلو وزيد الماء والزوجة على فكرة قديش؟ 120 ضو و80 دينار ماء 200 دينار اي باش تعمل بربي هذاك هو باش تخلصهم بالطبيعة خلي لك كلمة الختام كلمة الختام ان شاء الله ربي يستر تونس وكاو ان شاء الله ربي يستر تونس وربي يرفق بينا وكاو امين عيشك مسيو ميرسي قلت لي